أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم ضيفنا نبينا الغالي سامي الذيب، وحلقتنا الرابعة في أخطاء القرآن. طبعا من أخطاء القرآن راح نبدأ بالأخطاء الإملائية اليوم. نبينا أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلا وسهلا بك، وشكرا بكل المشاهدين، وشكرا على دعوتي من جديد. أهلا وسهلا فيك نبينا. نبينا اليوم طبعا حلقتنا راح تكون على الأخطاء الإملائية، وقلت لي بدك تعمل لي فحص صغير، ما بعرف، أنا خايف من الفحص بصراحة. ولا تهتم، لا بهتم، بحكي لك دوش، مو مشكلة، أعطيك الإذن بالغش. إذا حلقة اليوم، هلا في صدى عزيزي، هلا في صدى. حلقة اليوم حتكون عن أخطاء القرآن، والحلقة السابقة كانت عن الالتفات، واللي قبلها كمان عن الالتفات، أما اليوم فستكون عن الأخطاء الإملائية. هناك من طلب مني أن أستمر في حلقات عن الالتفات حتى وإن صارت 1000 حلقة، لكن مش عايزين نكون ثقيلي الدم، فاللي يحب يتابع مشاكل الالتفات يروح فقط في هوامش طبعة العربية للقرآن، وهي مجانا، وهعطيكم الرابط تحت الشريط عندما ينتهي. وهناك 9 أنواع من أخطاء القرآن. تكلمنا عن الالتفات، والآن سنتكلم عن الأخطاء الإملائية. ماذا عن الأخطاء الإملائية؟ يجب أن نعرف أن عند المسلمين، حتى عندما نكون إحنا أمام خطأ، فهم يعتبرون إعجاز، يعني مثل ما تقول كله عند العرب صابون. كنت عند العرب صابون. أنت سامعني يا أخي؟ طبعا سامعك نبينا، طبعا جميل سامعك. جدا، جميل جدا. وقد تعرض إلى هذا الموقف، أو هذا الأسلوب لفهم القرآن، يعني اللي يقولوا إنه أخطاء القرآن هي أخطاء إعجازها، هو نوع من الإعجاز. ابن خلدون المؤرخ العظيم، هو كان أصلا أيضا فقيه وكان قاضي، بس هو معروف كمؤرخ وعالم اجتماع. وقبل ما أبدأ بابن خلدون، نسيت أن أقول لك أنه أريد على أشرب على صحتك وعلى صحة جميع المشاهدين. صحتك نبينا، بصحتك، وهي القهوة كمان بصحتك. إيه، ففي الخمر الحقيقة كما نقول. جميل جدا، هذا خمر بزعتر. شو يقول ابن خلدون؟ ابن خلدون يقول، يعني ابن خلدون يرفض هذا الادعاء، ويعتبر الإملاء القرآني عيبا ناتجا عن كتبته الذين كانوا يجهلون الكتابة الصحيحة، وتداول الكتبة اللاحقون نفس الأغلاط تبرقا بالماضي. فهو يقول، أنا هقرأ لكم نص صاحبنا اللي يسموه إذن ابن خلدون. هأقرأ لكم نص ابن خلدون. أيوة، ابن خلدون: وانظر ما وقع في رسمهم المصحف، حيث رسمه الصحابة بخطوط وكانت غير مستحكمة في الإجادة. يعني هو بيقول له شوف 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 كيف كتبوا القرآن، اللي كان أسلوبه مش أسلوب كويس. هو يقول هيك. وليش سبب هذا؟ يشرح، يقول إنه أيوة، إحنا معذرة، لازم أصحح موقع الصفحة، لأنه هنا مشكلة تصحيح الصفحة. تمام، الآن تمام. يقول: وانظر ما وقع في رسمهم المصحف، حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته
أقيسة ورسوم صناعة الخط عند أهلها، ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه أصحاب النبي من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه. كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركا ويتبع رسمه خطأ أو صوابا. يعني يقول إنه ما دام إنه كتبوا الآخرين حنتبعه كان خطأ ولا صواب، ده تبرك. وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه فاتبع ذلك وأثبت رسما ونبه العلماء بالرسم على مواضع؟ ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط، وإنما يتخلل من مخالفة خطوطهم الأصول لأصول الرسم ليس كما يتخيل، بل لكل منها وجه. يقولون في مثل زيادة الألف في لا أذبحنه، وكان لازم يكتبوا لا أذبحنه، يكتبوا لا أذبحنه، أنه تنبيه على الذبح لم يقع. وفي زيادة الياء في بأيدي أيوة، أنه تنبيه على كمال القدرة الربانية وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض. وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط. وهنا يجب أن أقفل هنا. طيب أيوة. وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال بإجادته وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه، وذلك ليس بصحيح. واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم، إذا الخط من جملة الصناعة المدنية المعاشية كما رأيته في ممر، والكمال في الصناعة إضافي وليس بكمال مطلق، إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ولا في الخلال، وإنما يعود على أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس. يعني يقول لك هذولا شافوا النص مكتوب هيك كملوا على هذا الطريق تبرقا وقالوا إنه هناك إعجاز وحاولوا يفسروا. قال هذا لا خطأ، لأنه تعلم الإملاء ده صنعة لا تتبع الأخلاق. يعني أنت ممكن تكون كويس أو مش كويس، تعرف تكتب إملاء ولا ما تعرف. أوكي. هذا الهوس الذي ينتقده ابن خلدون الذي توفى 1406 ميلادي نجده عند كتاب معاصرين اليوم. فهذا الزركاني الذي توفى 1948 في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن يقول، هذا كتابه مشهور، صاحبنا اللي توفى 1948 الزركاني، مناهل العرفان في علوم القرآن وله عدة طبعات. وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز، وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في مائة دون فئة، وإلى سر زيادة الياء في بعيد وبأيكم، أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في سعو بالحج ونقصانها من سعو بسبن وإلى سر زيادتها في عتو إلى آخره. بيعطي أمثلة بيقول هذه كلها أسباب الاختلاف مع الإملاء العادي هو إعجاز، هو سر إلهي. لن ندخل في ذلك. يجب أن نوضح أولا شيء، أن القرآن الذي تشتروه من السوق مبلغ قليل أو تحصل عليه من السعودية أو تجدوه في الجوامع مكتوب بما يسمى الرسم العثماني،
الرسم العثماني نسبة طبيعة الحال للخليفة عثمان. أوكي؟ يعني طريقة الكتابة كانت على طريقة ما كتب هي موجودة في المخطوطات القديمة، وأما أن القرآن ينسب لعثمان فسموه الرسم العثماني. وهذا الرسم يختلف عن الرسم الذي يسمى الرسم الإملائي. يعني إحنا لما نقرأ الصحف والجرائد والكتب وإحنا نكتب نص إنشائي حديث أو حتى من أكثر من 1000 سنة، طريقة كتابة العربية تختلف عن كتابة القرآن، وهذا يسمى الرسم الإملائي. إذن نفرق بين شيئين: الرسم الإملائي وهو الرسم الحديث، والرسم العثماني الذي هو الرسم الذي اتبعته المخطوطات والذي ما زالت القرائن الحالية تتبعه في الكتابة. وإذا اليوم كتبت بالرسم القرآني في نص عربي تأخذ صفر في الامتحان. والأستاذ ريمون شكوري واحد كتب عنه اليوم تعليق، صاحبنا اللي كتب كتاب صحوتي الفكرية اللي هنا أعرض عليكم من جديد. يا ريت بس الكاميرا لو تنزلها شوي لأنه بس راسك واضح. بالتمام. أيوة صحوتي الفكرية ده صاحبنا في الامتحان، كان في مناقشة رسالة ماجستير في جامعة بغداد، فطالب كتب كلمة بالطروحة بتاعته في الكتاب بتاعه خطأ، فقال له الأستاذ ريمون شاكوري أخي في خطأ لغوي. هذا كان في يعني ماجستير في الرياضيات، ده متخصص رياضيات. فأجابه الطالب هكذا جاءت في القرآن. استجلي تحكي؟ فلاش رد عليه، قال له وإن كانت في القرآن فهي خطأ، وإن كانت في القرآن فهي خطأ. أنا حأريكم الآن الاختلاف هنا أمامكم، الفرق بين إذن الخط الإملائي والخط العثماني. صبركم علي، لازم أضع لكم الآلة، كويس علشان أنتوا تشوفوها مثل ما لازم. ثانية واحدة، صبركم علي، صدقني إنه كل شيء حيصير مثل ما لازم، منيح. إحنا تدربنا أنا والأخ جان على هذه العملية علشان أنتوا تكونوا على نور. أيوة عفارم عليكم. هلا إذا شفتوا الرسم الإملائي هو في الأسود، الرسم العثماني هو بالأحمر. لنأخذ كلمة التوراة، هذا على في الأسود هنا، يعني في الأسود هذا هو الرسم الإملائي، أما في القرآن فستجده بهذا الشكل. هل واضح القراءة عندك أخي جان؟ واضح؟ نعم نبينا نعم. اعمل لي هيك لما إذا واضح، لأنه إذا تكلمت بتروح الصورة فالحديث إلك والصورة واضحة. تفضل اعمل لي إشارة هيك فقط، تعمل لي إشارة هيك منيح. فأنت تشوف هنا في الرسم الإملائي نبينا راحت الصورة. راحت الصورة؟ لا هي طالعة، هو المفروض تكون صورة الكتابة. ثانية واحدة، خليك معي عزيزي. جميل. إذا أنت تأخذ هنا الخط الإملائي هو على اليمين التوراة، هذا الرسم الإملائي. أما في القرآن فستجده على طريقة أخرى. هنا شوف هذا، ماشي، هذا خذ كلمة آدم، هذا هو الرسم الإملائي.
وهذا هو الرسم العثماني، يختلف تماما، يختلف. نأخذ عدة أمثلة، أنا أعطيت أعمل لكم لوحة هنا علشان تشوفوا كيف تكتب الكلمات في القرآن. إبراهيم تكتب بالأسود الرسم الإملائي، وفي الأحمر هو الرسم العثماني. ها؟ آدم على اليمين رسم إملائي ثم رسم عثماني. خطاياكم، شوفوا خطاياكم كيف مكتوبة، تختلف. اشتراه إملائي وعثماني. أصحاب إملائي وعثماني. آل آمنا، شوف آمنا كيف تكتب اليوم وكيف تكتب في القرآن. الأموال تكتب هكذا. نأخذ بعض الأمثلة اللي مثلا بآيات، بآيات في القرآن تأتي بهذه الطريقة. طيب نأخذ ثلاثة تكتب هكذا الإملاء وهكذا تقرأ تكتب في القرآن. هنا شوف الحياة اليوم تكتب هكذا، أما في القرآن فتكتب الحيوت. تلفظ الحياة ولكن الإملاء العثماني يختلف. خذ مثلا الزكاة في الإملاء الحديث هو الزكاة، في الإملاء القرآني هو الزكوت، وفي الواقع الزكوت هي كلمة سريانية كتبت هكذا وتلفظ زكوت، فاحتفظوا بالكتابة السريانية ولكن بيقرأوها بالعربي زكاة. فحطوا هنا علامة صغيرة فوق الواو، حطوا علامة فوق الواو يعني ألف قصيرة. شوف كلمة ربانيين كيف تكتب، وهنا ربانيين كيف تكتب في القرآن. سليمان نفس الشيء، هذا سليمان وهذا سليمان في القرآن. طيب شوف هنا يا ابن أمة، شوف ثلاث كلمات بالقرآن كتبت هكذا مربوطة كلها ببعضها قصيرة. شوف الضعفاء كيف كانت تكتب اليوم في القرآن، مكتوب هيك. الصلاة مكتوب هيك اليوم وفي القرآن مكتوب الصلوت، وهي كلمة سريانية من جديد. هكذا تلفظ صلوت في السريانية، فكتبوها صلوت ويرفضها صلاة. يعني عندنا نوعين من الإملاء يجب أن نعرفه. مثلا علماء، كلمة علماء نكتبها اليوم هكذا لكن في القرآن جاءت هكذا، فكتابة القرآن مثلا غشاوة اليوم وفي القرآن غشوت. في ألف قصيرة وضعت علشان قانطون، إحنا الكتاب هنا هكذا تكتب اليوم، أما في القرآن فتكتب كذلك. ها؟ أنا نأخذ بعض الأمثلة الأخرى ونكون نكتفي. اللاتي، شوف اللاتي كيف تكتب اليوم وفي القرآن تكتب هكذا. للملائكة هكذا وفي القرآن للملائكة. مالك يوم الدين، مالك تكتب هكذا وفي القرآن هكذا. أوكي. إسماعيل هكذا اليوم وهكذا في القرآن. طيب يعني أنا القرآن وقرآن هذا تكتب هكذا اليوم وعند في القرآن مكتوب وقرآن. أوكي.
يا بني تكتب هكذا بالقرآن، تكتب هكذا. يعني أنا حبيت أفرج يا موسى، يا موسى، يا موسى اليوم في القرآن جاءت هكذا يا موسى. ماذا أريد أن أقول لكم هنا؟ يعني إحنا نرجع للصورة، هلا نرجع للصورة. أيوة، يجب أن أحذف البارتاج، يجب أن أرفع أحذف البارتاج. هلا شايفني؟ نعم نبينا، تفضل. جميل. فيعني أنا حبيت أفرجيكم أمثلة على طريقة الإملاء، يسمى الرسم الإملائي والرسم العثماني، وهو يختلف ما بين القرآن وما بين الإملاء الحديث، لكن ممكن نتغاضى عن هذا الأمر، هذا لا يهمنا، هذا لا يهمنا، فقط اللي عايز يقرأ القرآن لازم يعرف هذه يعني طريقة كتابة القرآن اللي تختلف عن القراءة الحالية. واضح الأمر؟ اللي يهمنا إحنا شو؟ اللي يهمنا إنه نفس الكلمة جاءت بصور مختلفة في آيات مختلفة، نفس الكلمة كتبت مرة هيك ومرة بطريقة أخرى. فهمت علي؟ هنا يهمنا، يعني الشخص لم يثبت على كلمته، اللي كتب القرآن نسي كيف كتبها فكتبها بطريقة أخرى، هذا اللي يهمنا. يعني إحنا نقبل فكرة إنه الإملاء القرآني يختلف عن إملاء الحالي، نقبل فيه، ولو إنه اليوم لو تكتب على طريقة الإملاء القرآني حتاخد صفر في الامتحان، مو مشكلة. لكن المشكلة فين؟ إنه القرآن يناقض نفسه، مرة بكل شيء ومرة ثانية بكل شيء آخر، لم يثبت على كلمة، لم يثبت على قاعدة، لم يثبت في رسم ما. نفس الكلمة جاءت في آية بشكل، وفي آية أخرى نفس الكلمة جاءت بشكل آخر. وضح لك الأمر؟ طبعاً طبعاً. تمام. وأنت تعرف هناك عدة روايات للقرآن، وكل رواية عندها مشاكل، يعني في 14 رواية للقرآن، 14 رواية. يعني قرآن المغرب يختلف عن قرآن مصر، وقرآن السودان يختلف عن قرآن دمشق. هناك 14 قراءة، احنا حنشوف فقط قراءة حفص. قراءة حفص هي الأكثر انتشارا المعتمدة في مصر والمعتمدة في السعودية. حفص، يجب لكن أن نعرف أن حفص كان يروي الحديث أيضا، أو يذكر في الحديث من سلسلة الرواة، ويعتبر كذاب في المصادر الإسلامية. الحديث المنسوبة لحفص تعتبر كذب. نبينا يسأل سائل هون، طيب إذا يعتبروه كذاب بالأحاديث، كيف يصدقوا بالقرآن ويأخذوه على المجمل، يعني القرآن المنتشر؟ أنا بدي أحكي لك مشان ما يقوليش إن أنا بخترع الأمر. أنا رجعت لمصدر إسلامي حتى أزهري أعطيكم آراء السابقين في حفص عشان تعرفوا مين هو حفص. البيهقي بيقول طرقه كلها ضعيفة، البزار بيقول أسانيده واهية، وقال في موضع آخر ليس بشيء. هذا حفص ليس بشيء. قال السخاوي حفص ضعيف جدا، بل اتهم بالكذب والوضع. بالوضع يعني كان يخترع الحديث.
هذا اللي احنا نتبع طبعته بالسعودية وفي مصر. نكمل. قال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير نكرة. هذا من أنا مصادر إسلامية، لم أأتي بشيء. قال ابن خراش: كذاب متروك يضع الحديث. صور، ده اتهام فظيع لحفص اللي احنا نتبع قرآنه. يعني على الحال ما المفروض المسلمين لا يأخذوا في قرآنه نهائيا. نكمل علشان ما يقولش. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث. قال ابن معين: ليس بثقة. قال أبو حاتم: متروك لا يصدق. قال ابن خراش يقول لك: أيوة، كذاب يضع الحديث. فهم علي؟ يعني صاحبنا ما خلوا له جميلة، كله يعني طصوا بي المسكين. ورغم ذلك احنا نتبع لليوم، مصر تتبع قرآن حفص، والسعودية تطبع القرائن بملايين النسخ على رواية حفص، هذا الكذاب اللي بيعتبروه كذاب. فتصور ازاي المشكلة. فأثاروا هذه المشكلة، ازاي انت تعتبره كذاب وتتبع روايته. فشو قالوا؟ قالوا ممكن يكون كذاب بالحديث مو كذاب بالقرآن. كيف يعني؟ ما هي كيف يعني؟ يعني مثل ما كل واحد حبلة حبلة أو نص حبلة، ما بنفع. يا حبلة يا مش حبلة، يا كذاب يا مش كذاب. فهم علي؟ يا خاين يا وطنه، يا مش خاين لوطنه. مو ممكن يكون نص خاين. بالضبط. خاين يعني سيء سيء يعني. إذا كذاب منه كلمة وعيف منه كلمة يعني. إذا كذاب مو مشكلة. الحاصل هم أصحابنا ما زالوا يتبعون نسخة القرآن رواية حفص اللي يعتبروا كذاب. ولا أضع في ذمتي، أنا لا أعرف لا من قدام ولا من وراء هذا حفص. يعني أنا أبرئ نفسي من اتهام حفص بأي شيء. هذه أنت تقرأ ما كتبوه المسلمين والعلماء المسلمين. أنا ماخذ هذا الكلام من موقع أزهري. بالضبط. من موقع أزهري. ما تقوليش أنت يا سامي بتخرف. لا، روح اتكلم مع الأزهر. وحتى عندي وجدت نفس الكلام في موقع من السعودية. في موقع سعودي بيقول هذا نفس الكلام. يعني المصيبة نبينا أنه هن ذات نفسهم عم بيعترفوا، يعني السعوديين الأزهر ذات نفسهم عم بيعترفوا أن هذا الشخص كذاب، ومع ذلك قرآنه هو المنتشر. أنا ما دخلني. ناقل الكفر ليس بكافر كما يقولون. أنا ببيعكم بضاعتكم. هذه بضاعتكم أخي، أنتوا تتبعوا طبعة حفص حتى منتشرة في إيران. حفص يعني مو فقط حتى في الدول العربية، في إيران. فهذا الكذاب هم بتبعوا كذاب، مو مشكلة. فإحنا اللي يهمنا إذن، وإحنا لن نبحث في المخطوطات، لأنه ممكن تقول في مخطوطة اللي ناسخ المخطوطة كان نعسان أو غلط في النسخ، هذا معقول. يعني لو بدك تقارن اختلافات الكتابة في النسخ في المخطوطات لن تنتهي. أنا يهمني القرآن الرسمي المتداول الموجود في الجوامع العربية وفي الجامعات العربية واللي تطبع السعودية. ما تقول لي أنت تخترع، لا، أنا أجيب لكم أتبع، أنا بعطيكم شو يقول القرآن تاعكم. انت اذا تروح على المخطوطات اللي في تركيا او بغير اماكن
مشاكل الله، بلاوي زرقاء صحيح، بلاوي زرقاء، ولكن أنا لن أدخل بالمخطوطات، أنا أعتمد فقط على القرآن المتداول اللي تشتريه من أي مكتبة بالدول العربية، اللي السعودية توزع منه مليونين نسخة سنويا للحجاج. فما تيجي تقول لي أنت مخترع، لا، أنا ما جبت شيء من دار أبوي، أنا ما جبت شيء من دار أبوي. فإحنا حنعطي عدد من الأمثلة، عدد من الأمثلة لاختلاف القراءات، لطريقة الكتابة، اختلاف الكتابة بين آية وأخرى لنفس الكلمة. إحنا حنرجع للشاشة ونعرض الكلام بالشاشة، أوكي؟ علشان ثانية واحدة أرجوكم أعذروني، أيوة، لأني أنا جديد على الصنعة بالشغلة هاي. أيوة، هل واضحة عندك أخي؟ واضحة؟ واضحة؟ جميل جميل. إذن إحنا هندخل هنا، ندخل هنا، ندخل هنا. أيوة، الكلمة الأولى، ابن أمي، كتبت موصولة في آية بهذا الشكل، بهذا الشكل، بهذا الشكل، وكتبت مفصولة في هذا الشكل، يعني مرة كتبت هيك ومرة كتبت هيك، أوكي؟ صورتين مختلفتين. هلا بدي اجي على امتحان عندك، هلا امتحان لك، هل انت تعرف تقرا دون ان تقطع لي الصوره؟ ممكن انت تقرا، ممكن تقرا، انا مش سامعك. اذا تروح الصفحه، بتروح الصفحه، لا انا موجود امام الصفحه. لما رجع موسى إلى قومه راحت الصفحة. طيب أنا حقراها، معناته إحنا لست بحاجة إلى أن تقرأ، أنا حقرأ، أنا حقرأ. أنت أنقصني من امتحان نبينا. أيوة، أفرم عليك، أفرم عليك، لا بلاش امتحان، إحنا على أبو امتحان أبو أصحابه، وعايزين الامتحان. فإحنا نرجع على الصفحة. هاي هنا حتشوف قال يا ابن أمي، هنا قال يا ابن أمي، هنا جاء قال يا ابن أمي، أنا ما أعرفش، قال يا ابن ألف باء نون مفصولة ألف مام ميم. في آية أخرى كتب قال يا ابن أمي، هنا في السطر اللي هنا حنضعه في البداية، قال يا ابن أمي مكتوبة مع سوا، فمعناته مرة كتبها مربوطة، مرة مكتوبة موصولة. وأنا عرضت هذه الآية أخي، الآية اللي الآن الأولى الموجودة أمام عيونك، عرضتها على عدد طلبة مسلمين عرب جامعيين، وقلت لهم اقرأوا الآية هاي، لما وصلوا على يا ابن أمي ما عرفوش يقروها. مسلمين وجامعيين وعرب، الكلمة قال يا ابن أمي ما عرفوش يقروها. قال لي شو هذا؟ قلت له هذا قرآن. قال لي شو هذا؟ مش فاهمه. قلت له مبروك عليك. أنت مو عارف، مش أعرف أنا. انت تقول هذا كرم ربنا ومش واضح لك، كنت عربي قال لي عربي، ومسلم مسلم، وتدرس في الجامعة قال ادرس في الجامعة. طيب اقرا اخي، ما يعرفش يقرا. يقول لي هاي قرآن، قلت له قرآن، هذا القرآن الرسمي، القرآن الرسمي، وبتقول لي هذا لسان عربي مبين، عربي مبين، تفضل اقرا. ابن الحلال ما يعرفش يقرا. فيعني الإملاء القرآني صعب تقرأه،
ولهيك تجد على الكمبيوتر عامة اليوم القرآن بالإملاء الحديث، وفي قرائن قرآن اسمه القرآن الميسر، لما يصل لكلمة مثل هيك قطع في الهامش هذه الكلمة يجب أن تقرأ هكذا وهكذا، لأنه الناس ما عرفوش يقروها. فهم علي؟ فهنا المشكلة، يعني الإملاء القرآني يطرح مشكلة، يطرح مشكلة عند حتى للعرب المسلمين، فما بالك اللي مش عرب، شو بالك فيهم؟ طيب هلا بدنا ناخذ مثال آخر، آباء وأمهات، أمهات ومشتقاتها. آباء ألف باء ألف، هنا هنا آباء، فهم علي؟ آباء هنا آباء، كتبت 64 مرة مع حرف ألف. أما أمهات فكتبت 11 مرة من دون ألف. كان لازم يكتب أمهات مثل آباء، كتب آباء أيوة أمهات، كان لازم يكتب مع الألف. لا مو مشكلة، نأخذ كلمة إبراهيم، كتبت 54 مرة هكذا مع الحرفية، 54 مرة هكذا، إلا في سورة البقرة فكتبت 15 مرة من دون الياء. شفت علي؟ فهمت؟ يعني هي كتبت 54 مرة مع الياء، الياء هنا نعلم عليها، هنا الياء، هنا الياء، فهم علي؟ الياء، و15 مرة في سورة البقرة، فقط في سورة البقرة هنا شفت من دون الياء. اللي كتب سورة البقرة، البقرة أكلت الياء، مثل عنزة عائشة أكلت آية، هنا راح أكل الياء، هو مو العنزة، هنا البقرة اللي أكلتها. الحاصل فأنت تتصور يعني إبراهيم 54 مرة في القرآن مع الياء، وفي سورة البقرة 15 مرة، وفقط في سورة البقرة جاءت بلا ياء. التفسير الوحيد اللي أجده إنه البقرة أكلت الياء. طيب ابنت، ابنت كتبت هكذا مرة واحدة مع تاء مفتوحة، ولم تكتب ابنة مربوطة هكذا، اليوم ابنة لا تكتب مع التاء المفتوحة، مع التاء مضمومة، فهم علي؟ مربوطة. طيب إحسان، كلمة إحسان كتبت هكذا مرة واحدة مع حرف ألف، وكتبت 11 مرة بلا ألف، فهم علي؟ هذا بده تدقيق، أنت لن تجده هيك على خاطرك، لا يعني ما تقدر تفتح الفنجان وتلاقيها، لا بدك تبحث، يعني اللي يقول له هذا سامي ما عمل شغل، لا عمل شغل، هذا فتش على البيضة ومين بعضها، فهم علي؟ يقول لك إنه حسان كتبت مرة واحدة مع ألف و11 مرة بلا ألف، أكلوا الألف. أحياء أموات كتبت هكذا 5 مرات مع الألف، وكلمة أموات كتبت 6 مرات بلا ألف، فلما يكتبوا أموات كتبوا أموت، بلعوا الألف. فبطبيعة الحال لأنه الألف اختفت فبيضعوا الألف القصيرة، فهم علي؟ الألف القصيرة اللي يسموها، اللي يسموها عزيزي نعطيك، اللي يسموها شو؟ يسموها الألف القصيرة أو الألف الخنجرية،
يعني هي علامة صغيرة تدل أن هناك ألف أكلة البقرة. فهم علي؟ طيب منيح، نكمل. أريكم كتبت هكذا مرة واحدة بدون واو، وكتبت مرتين في أريكم. أريكم هنا من دون الواو، وهنا مع الواو مرتين. أوكي؟ هذا خطأ إملائي، يا إما الأولى يا إما الثانية صح، ما اثنين صح مش ممكن. طيب أسماء، كلمة أسماء كتبت هكذا 11 مرة مع ألف، ومرة واحدة هكذا من دون ألف. شفت علي يا أخي جان؟ إيه؟ إذن أسماء كتبت 11 مرة مع ألف، ومرة واحدة بلا ألف. أفواه ومشتقاتها كتبت هكذا مرة واحدة مع ألف، و11 مرة مع فوه من دون ألف. هنا واضح أن هناك خطأ إملائي. فهمت علي؟ وأكرر، هذا ليس من اختراعي يا عبد الفقير، أنت بترجع للقرآن طبعة السعودية حتجدهم. ما تقول سامي قاعد بغش فينا، لا احنا عديناهم، الدجاج كان باضت بيضة. مثل اسماعيل ياسين راح ينام عند الدجاجات جارته، فالصبح راح تطعم الدجاجات اللي كانت جواته. قال انت شو تعمل في اللي مخم الدجاجات؟ كنت جاي اسلم عليهم. ابن الحلال. نبينا بصراحة يعني الدجاجات باضوا، بس ما سلقنا البيضات، هي المشكلة يعني. يا عزيز قلبي، هل الصورة ما زالت عندك؟ أكمل؟ كمل. طيب إذا في مشكلة تعمل لي إشارة. ها؟ أظن الصورة تمام تفضل. الصورة ماشية. ألا كتبت هكذا موصولة، ألا كتبت هكذا موصولة، ألف لام ألف لام ألف ألف لام ألف، وكتبت 11 مرة مقطوعة أن لا. أن لا ألا ألا امرأة كتبت 4 مرات مع تاء مربوطة، و7 مرات مع تاء مفتوحة. واضح؟ هل أنت كنت تعرف هذه المشكلة؟ أوكي، اسأل المسلمين كم واحد منهم بيعرفها. أيوة، هو واحد 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 كافر مثل اللي يعرفها. طيب يعني انا بس كنت استغرب انه الالف الموصوله كانوا يحطوها، ما بعرف يعني، ما سالت بصراحه يعني ليش. مو مشكله، خليني اكمل بعدين نتكلم علشان ما بضعش الصوره. انا كتبت مرتين بهذه الطريقه، انا ها، وكتبت مره واحده بهذه الطريقه، مرتين ومرة. لا تقول سامي ما اجتهد، سامي اجتهد، فتش عجاجي البيضة ومين بابا. طيب أنباء كتبت هكذا 8 مرات، وكتبت مرتين هكذا،
مع الواو. إذن أنباء هكذا ثم مرتين هكذا. أوكي. إنما كتبت هكذا موصولة عامة إلا مرة واحدة مقطوعة. إنما فهم علي؟ واضح الأمر؟ طيب إن إنما وأنما نفس المشكلة. أنما كتبت هكذا موصولة إلا مرتين مقطوعة. نكمل نكمل. هل تعرف برنامج ملحدين أو مؤمنين بتعرضوا لهذه المشكلة؟ ما في إلا الجهر بالإلحاد. أو لا كتبت هكذا ست مرات ومرة موصولة. أعطيتكم اسم الآية مو مشكلة. أو لا مرة ست مرات مقطوعة ومرة موصولة. آيات، كلمة آيات كتبت هكذا مرتين وخمسين مرة بلا أليف، يعني أليف يا تاء. أوكي. إياك إياه إياي كتبت إياك وإياه دائما كذلك مع الحرف أليف، بينما إياي فكتبت أربع مرات بدون الأليف، أليف يا يا. أيدن جمع يد كتبت هكذا مرتين وكتبت مرة واحدة مع مرتين يا. أوكي. الأيكة كتبت هكذا مرتين ومرتين كتبت أيكة بدون الألف. هنا في ألف وهنا ليس في ألف. إيلاف كتبت مرة مع ياء. إيلاف ومرة بدون ياء، ألف لام ألف واو من دون الياء. أينما كتبت أربع مرات هكذا وثمان مرات مقطوعة. أين ما؟ يعني كنت بحبش علي، يعني دور منيح. يعني أهو، يعني أينما موصولة كتبت أربع مرات ومقطوعة ثمان مرات. أيها كتبت هكذا 150 مرة مع الألف بالأخير وثلاث مرات من دون الألف بالأخير. واضح؟ باسم كتبت هكذا أربع مرات مع الألف باء ألف سين ميم كلما تبعتها كلمة رب. وباسم يعني من دون الألف كلما تبعتها كلمة الله في البسملة وفي الآيتين التالية. أوكي. باسم كتبت طريقتين. بقية كتبت هكذا مرتين مع التاء المربوطة ومرة مع التاء المفتوحة. واضح؟ تاء مربوطة مرتين ومرة واحدة تاء مفتوحة. واضح الأمر؟ بلاء هكذا كتبت ثلاث مرات بدون الواو. بلاء بهذه الطريقة. ومرتين كتبت هكذا. بئسما
بأسمة. كتبت هكذا 3 مرات، وكتبت 6 مرات مقطوعة بأسمة. مش ممكن واحد بالتاني صح، يا هاي هديك. طيب تراب كتبت 14 مرة هيك، و3 مرات من دون ألف. جزاء كتبت هكذا 28 مرة، و4 مرات هكذا. إذن جزاء هكذا 28 مرة وهكذا 4 مرات. واضح الأمر؟ جنات كتب بالجمع، كتبت هكذا مرة واحدة، و68 مرة هكذا من دون ألف. وجنة بالمفرد كتبت هكذا 65 مرة، يعني مع التاء المربوطة، ومرة واحدة مع التاء المفتوحة. لو أنا أقول لك يا سيدي جان دور لي على خطأ مثل الشكل هذا، لك تضيع وقتك. تصور أنا كان لازم أضيع وقتي مشان أدور لك على الكلمات. منيح. حسنات كتلت مع الألف 36 مرة، كتبت مع الألف 36 مرة، و3 مرات من دون الألف. حياة، انتبه هنا يا جان، يا جان هنا مهم. ليش قاعد 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 بتشرب قهوة وشاي وما بتنتبه لي؟ شوف، حياة كتبت 5 مرات. أنا براقبك، شوف تنتبه. حياة كتبت هكذا 5 مرات، و71 مرة هيك. حيوت 5 مرات هيك، 71 مرة هيك. وحيوت هي كلمة سريانية، لأنه هكذا يكتب بالسرياني، فاحتفظوا بالكتابة السريانية. خاف ومشتقاتها كتبت هكذا مع حرف ألف، إلا مرة واحدة من دون الألف خف، لكن طبعا الحال بحطوا علامة صغيرة بين الخاف وال... يعني ألف مقصو قصيرة أو الخنجرية. داخرين كتبت هكذا مرة واحدة مع الألف، ومرة واحدة من دون ألف. ربا، كلمة الربا كتبت هكذا مرة واحدة، و7 مرات هكذا. مرة ربا، ومرة رابالف، يعني مرة واحدة رابالف، و7 مرات را با واو ألف. فهم علي؟ أوكي. هل كنت تعرف ذلك؟ لا، أنا بجاوب عنك، أنا بسأل وأنا بجاوب. طيب، رحمة ربك رحمة هكذا مع التاء المربوطة 72 مرة. شفت؟ يعني أنا عاد كل البيضات الصفحة بس ترفع لفوق لأنه ما واضح كان. أيوة، يعني أنت شايف، يعني أنا عاد كل البيضات مثل ما شايف. رحمة كتبت 72 مرة مع التاء المربوطة، و7 مرات بالتاء المفتوحة. اللي بحث عنهم، فهم علي، أبو زيد خاله، فهم علي، مو فقط هيك بالمنجم، لا، تفتح الفنجان القهوة، لا. طيب، رسول كتبت هكذا بدون الألف، رسولة
إلا مرة واحدة رسولا. طيب رياح كتبت هكذا مرة واحدة ومرة واحدة، هي بالجمع رياح، ومرة واحدة كتبت بلا ألف، وتسع مرات بلا ألف. ساحر كتبت ثلاث مرات مع الألف، و11 مرة بلا ألف. سامري كتبت مرتين مع الألف، ومرة واحدة بلا ألف. فهم علي؟ نكمل، لسه ما خلصنا، هي وهذه مجرد أمثلة. سبيل كتبت كذلك عامة إلا مرة واحدة سبيلا. سبيلا. سراج كتبت ثلاث مرات مع الألف، ومرة واحدة بلا ألف. سعو كتبت مع ألف مرة واحدة، ومرة واحدة سين عين واو بلا ألف. سماوات كتبت هكذا مرة واحدة مع الألف، ومية وتسعة وثمانين مرة بلا الألف. سنة، سنة كتبت ثمان مرات هيك مع التاء المربوطة، وخمس مرات مع التاء المفتوحة. سيماهم كتبت مرة واحدة مع الألف، وخمس مرات بلا الألف. شاهد كتبت أربع مرات مع الألف، وثلاث مرات بلا ألف. شجرة كتبت هكذا 17 مرة مع التاء المربوطة، ومرة واحدة مع التاء المفتوحة. شركاء كتبت 11 مرة بدون شركاء، وكتبت مرتين هكذا مع واو. شعائر كتبت مرة واحدة مع ألف، وثلاث مرات هكذا، يعني مرة هيك ثلاث مرات هيك. شيء كتبت 200 ومرة بدون الألف، ومرة واحدة هكذا. مع الألف. صلاة كتبت هكذا 9 مرات، وكتبت 67 مرة صلوت. ضعفاء كتبت هكذا مرتين، ومرتين هكذا. طائف كتبت هكذا مرة واحدة، ومرة واحدة هكذا، أكلوا الألف. طغى كتبت هكذا مرة، وست مرات مع الياء المقصورة ألف. طغى. ظاهر باطن كتبت ظاهر ومشتقاتها 12 مرة بدون ألف، وكتبت باطن هكذا 4 مرات مع الألف. ظاهر بلا ألف، أما باطن مع ألف. عمة كتبت هكذا، احنا هنرفع لفوق مشان نشوف،
أعتذر على كثرة الأمثلة، بس ضرورة نفهم عما كتبت هكذا موصولة إلا مرة واحدة مفصولة عن ما. غمام، 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 الغيم يعني. كتبت هكذا مرة واحدة مع الألف ومرة من دون ألف، غمام. فإن لم، هكذا كتبت مقطوعة إلا مرة واحدة هكذا. فإن كتبت هكذا بدون حرف الياء، فإن إلا مرة واحدة، فإن هذا كلمة خاصة وكتبت مرة، فإن فطرة الله، فطرة كتبت هكذا مرة واحدة مع التاء المفتوحة، ولكن عامة هي تكتب فطرة مع التاء المضمومة، لم تكتب فطرة، هي خطأ، لازم يكتب فطرة، فطرة، تاء مربوطة. منيح. في ما كتبت هكذا 11 مرة مقطوعة و24 مرة مربوطة، في ما. قرآن ومشتقاتها كتبت 68 مرة مع الأليف ومرتين من دون ألف، حتى بكلمة القرآن عملوا خطأ. شفت علي؟ حتى في كلمة القرآن أكلوا الألف. كرة، كرة عيني، الجملة كرة عيني كتبت هكذا مع التاء المربوطة مرتين ومرة مع التاء المفتوحة. قواعد، كتبت هكذا مرتين مع الألف ومرة من دون ألف. كتاب ومشتقاتها، كتبت هكذا 4 مرات مع الألف و251 مرة بلا ألف. كتاب، كذابا، كتبت هكذا مرة واحدة مع الألف كذابا ومرة واحدة بدون ألف. كلما، كتبت هكذا موصولة عامة إلا في 3 مرات مقطوعة، كلما. أوكي. يكمل. كلمة، كتبت هكذا 21 مرة مع التاء المربوطة و5 مرات مع التاء المفتوحة. كيلة، كتبت 4 مرات مفصولة و3 مرات مفصولة، كيلة. لأجلي، ستاشر مرة، هاي نترك هذا المثل لأنه صعب. لدى، كتبت هكذا مرة واحدة مع الياء مقصورة ومرة واحدة لدى لام دال الألف. معذرة، لأجلي، كتبت لأجلي، كتبت هكذا 4 مرات ستاشر مرة إلى أجل، إلى أجلي، إلى أجلي. لعنة، لعنة، المسلمين شاطرين باللعنات، حتى في اللعنات عملوا خطأ، حتى في اللعنات عملوا خطأ. كتبوا 11 مرة مع التاء مربوطة ومرتين مع التاء مفتوحة.
ألم كتبت هكذا 84 مرة، و43 مرة أولم مع الواو. مال هذا الكتاب، مال هذا الكتاب كتبت 4 مرات موصولة ولم تكتب مقطوعة، هي خطأ. مال هذا الكتاب، لأنه مال بعدين بصير المال، هنا خطأ. معصية مع التاء المفتوحة كتبت هكذا مرتين مع التاء المفتوحة مع حرف التاء، ولم تكتب معصية مع التاء المربوطة، فهي خطأ. ملأ، يا أيها الملأ، يعني يا أيها الجماعة، كتبت 18 مرة هكذا وأربع مرات هكذا، شايف؟ شايف؟ طيب هنكمل. مهتدي كتبت هكذا مرة واحدة مع الياء ومرتين من دون ياء. ميعاد كتبت 5 مرات هيك مع الألف ومرة واحدة من دون ألف. نشاء، نشاء كتبت 8 مرات هيك ومرة واحدة هكذا، اختلاف كبير. نعمة، نعمة كتبت هكذا 25 مرة مع التاء المربوطة و11 مرة مع التاء المفتوحة. والد، والدة ومشتقاتهما كتبت والد مرات مع مع حرف ألف، 3 مرات مع حرف ألف، وكتبت والدة 3 مرات من دون ألف. فاهم؟ والد، والدة، والد كتبت 3 مرات مع الألف، والدة 3 مرات من دون ألف. وإيتاء، وإيتاء اليتامى مثل هيك، كتبت هكذا مرتين وكتبت هكذا مرة. وراء كتبت هكذا إلا مرة واحدة هكذا. يعفو كتبت هذا المفرد، كتبت هكذا مرة واحدة من دون ألف وأربع مرات يعفو مع الألف، هذا المفرد. يومهم كتبت هكذا مرتين مقطوعة و5 مرات يومهم مربوطة موصولة. علي؟ إذا نحن أعطيناكم عدد من الأخطاء الإملائية. الهدف ماذا هو؟ إنه نقول إنه نفس الكلمة عندما كتبت في آيات مختلفة كتبت بطرق مختلفة، وهذا خطأ. مش ممكن يكون كلمة هيك وهيك صح. في واحد جزائري اسمه سعيد من الجزائر عمل تعليق على هذا، لأن أنا نشرت هذا في الحوار المتمدن، فهو حاول يبرر هذه الأخطاء. هنشوف شو يقول. السيناريو موجود، هذه الأمثلة موجود في الحوار المتمدن. منيح. يقول هو هذه ليست أخطاء إملائية. لو اطلعت قليلا عما يسمى بالإعجاز الرسمي للقرآن، يقول لك هذا إعجاز، فهو بيقتبس، بأخذ من كتاب ما عرف من وين جابه، ما ذكرش المصدر يعني. طيب، إن حذف الألف من كلمة بسم
والتي جاء بعدها لفظ الجلال الله، يدل ويوحي بأنه يجب علينا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وعمل الصلاة معه بأقصر الطرق. احترنا يقرأ من فين البوسك. شو حق أقصر الطرق يعني ساوي مثل الإنجليز لما الكلمة بيأصروه على أحرف. أصلا بيقول لك إذا حذف الألف بسم الله الرحمن الرحيم يعني لازم تعمل الله بأسرع وقت، فاختصرها بسم الله حذف الألف. طيب واصل. وهو ما يدل عليه اهدنا الصراط المستقيم، هو الذي يوصل بأسرع وقت وأقصر الطريق. والحرف الوحيد الذي يمكن حذفه من كلمة باسم هو الألف، فحذفها. طيب منيح. يقول لك بعدين شو ابن الحلال، يقول لك ايه وما صاحبكم بمجنون. شوف هنا ابن الحلال في هنا طيب بعطي هنا مثال آخر، وما صاحبكم بمجنون، هنا بتكتب مع الألف مش هيك؟ وما صاحبكم بمجنون، هنا واضح إنه كتب بالألف. هنكبر شوية ربما نعرف نفهمه أكثر. وما صاحبكم بمجنون، هذه في الواقع الكلمة هاي أوقات كتبت هيك أوقات كتبت بطريقة أخرى حسب القراءات. يعني فمثلا في حفص مع الألف بالأولى، هذا المثال الأول هو حفص، أما عند ورش عن نافع فبلا ألف. هو كان عايز يعطيه يبرر لي خطأ، لكن هو ما انتبه إنه في قراءات مختلفة. ما صاحبكم ما بصاحبكم من جنة، هنا ما صاحبكم بجنة نفس الشيء، هنا بالمثال الأول الألف موجودة بصاحبكم، وعند نافع حذفت الألف. يعني أوكي، فهو علشان شو يبرر إيش الخطأ، هو وما نسي إنه في القراءات الأخرى. حين يتكلم القرآن عن سيدنا أبي بكر صاحب رسول الله تأتي صاحبه بألف متروكة، يعني تقع الألف لتبين مدى الالتصاق بينهما وتوضيح الصحبة الحقيقية في الرفقة والإيمان، إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا فأكل الألف. هي يظهر عنزة بنته لأبو بكر متعلمة من أبو بكر اللصقة. لك أخي الواحد ما يعرف هو يضحك ولا يموت من النكد. الحاصلة مش هنخلص أخي، إحنا أخي حنتوقف هون ونرجع. طيب هل أنت تشوفني؟ هل نعم نبينا نعم. هلا تشوفني؟ نعم. طيب أنا خلصت هيك اقتباسات، أنا رجعت عفارم عليك. يستلم يديك نبينا، بصراحة أشياء يعني مخزية. لسه في الرحمن، يعني كلمة عبد الرحمن نحن تعودنا نكتب الرحمن بشكل مختلف، الألف هي مثل ما قال للصقة. هي أخي الفاضل عدد من الأمثلة، يعني لو بدك تشوف كل الأخطاء الإملائية الموجودة في القرآن، وإحنا لا نتكلم عن الرسم العثماني والرسم الإملائي، لأنه بينا أنه هذا ممكن نقبل به، يعني ممكن نسبيا ممكن ولو أنه نيح، لكن يعني أرجوكم لا تكتبوا في الإنشاء العربي لا تاخذوا صفر في الامتحان، مو مشكلة. أما أنك أنت تكتب كلمة مرة بشكل وفي آية أخرى بشكل تاني، مو مقبولة. هم يقولون إن كنت كذوبا فكن ذكورا، فهم علي؟ يعني إن كنت بتكذب على الأقل اتذكر إنك كذبت. بالضبط، بنسى كذبته يعني بوضح بعدين. تمام، فهذا الهدف، يعني إحنا نفرجيكم
وأكرر إنه هلا في صدى، هلا في صدى، أكرر إنه في صدى كمان هلا منيح، أكرر إنه أنا هذه الأمثلة لم تأتي من بيت أبوي، هذه أمثلة مأخوذة من نسخة حفص اللي أنتم بذاتكم بتقولوا عنه كذاب. فأنت وذاتك روح اصطفل مع الأزهر. أنا أخذت قرأت مقال في الأزهر ومقال صادر في السعودية منتدى الحديث مثل هيك عند السعوديين، هم جابوا الحكي هذا إنه عدد من الكتب الإسلامية والشخصيات الفكرية الإسلامية تعتبر حفص كذاب، وأنتم تتبعون رواية حفص، فيعني اصفوا على مينا، عايزين نعرف على أي جرب ترقص. مو مهم أخي، مو مهم، إحنا مسامحكم، مسامحينكم أولى وآخر بحفص، ابن هذا حفص بن حلال والصادق واللي تريده، يعني حندافع عنه. بس المشكلة إنه مرة كتب حكى شيء ومرة حكى شيء تاني، ما بصير، ما بصير المشكلة هاي. فهذه هذا النوع الثاني من أخطاء القرآن اللغوية، وهو نوع أخطاء يعني لغوية من بين 9 أنواع. النوع الأول تكلمنا عنه في الحلقتين السابقتين، هو عن الالتفات. اليوم تكلمنا عن نوع ثاني وهو الخطأ في الإملاء، وحنمر على الأنواع الأخرى في الحلقات القادمة. أنا ما تابعت شو يقولون أصحابنا في الحوار، ولا يهمك أخونا أبو الحكم تابع كل شيء وبعث لي الأسئلة. أنا أشكر أبو الحكم على فكرة، أخونا أبو الحكم كان عم بيناقش باسم الصفحة يعني بالتشات وبعث لي أسئلة، ف يعني أشكره جزيل الشكر لأخونا أبو الحكم. ورح نفتح سكايب أصدقائي اللي حابب يتداخل ويسأل. على كل في أسئلة، بعض الأسئلة جتني، فشو رأيك نأخذ الأسئلة ما بينا؟ أيوة أنا هلا فتحت كمان لهذا ثانية واحدة. أنت اطرح الأسئلة، مش عايزك أشوف الفيديو شو بيقول علشان ما يخربطش بعقلي، فشوف شو هي الأسئلة الموجودة. تمام نبينا. طبعا نحن عنا من السؤال الأول نقول نأخذ نوليدج. عم تقول معلم نبينا، يعني معلم نبي معلم، القصد باستاذ نبينا. المهم، كم سنة الفرق بين طبعة واخر طبعة، الطبعة الاولى قصده واخر طبعة، وهل تتطابق مع القواعد العربية، وهل تلثرت المعاني من طبعة الى اخرى، يعني تختلف هي لازم. انا مش عارف عن هل تتكلم عن طبعات العربية. انا لا، ليس طبعتك انت، طبعة القرآن الأصلية يعني يتكلم. هل تختلف المعاني من طبعة الى اخرى؟ ربما ترى القواعد العربية تتطابق مع القرآن الرحيم، اسأل داروين ان يهدينا. على كل إن هو قصده يعني متى أول طبعة طلعت، وهل تختلف المعاني بالكلمات من طبعة إلى أخرى؟ أيوة، هل في صدى إذا ممكن ترفع عندك؟ لا يوجد في الواقع طبعة واحدة للقرآن قديما. إحنا قلنا هناك 14 قراءة، يعني في 14 طبعة للقرآن. ولحد اليوم في ناس يستعملون طبعا قراءة هذا، والدول الأخرى قراءة أخرى وهي بمثابة طبعة. فالسودانيين عندهم طبعتهم، المصريين عندهم طبعتهم، المغرب عنده طبعته، وهكذا الأمر. وهناك اختلاف أوقات قليل في القراءة أو في الإملاء، ولكن هناك أيضا اختلاف في المعنى. وسنرجع في حلقة أخرى لاختلاف القراءات،
ونبين إنه كيف إنه هذه القراءات يعني أعطت معنى مختلف، لأنه نكرر إنه هناك 6236 آية في القرآن، نصف آيات القرآن جعل اختلافات، وبعض آيات كلمات في القرآن جعلها حتى 15 اختلاف مع معاني مختلفة جدا ومتناقضة. فمش ممكن تقول إنه يعني إنه هناك طبعة أخيرة. وأصلا الطبعة اللي عملوها السعودية هي بتعتمد على طبعة مصرية، أصلا الطبعة السعودية بتعتمد على طبعة مصر، وطبعة مصر تعرف إمتى عملوها؟ 1923، يعني 13 قرن بعد محمد. وليش عملوها؟ لأنه شافوا إنه في قرائن مختلفة عن بعضها، فقالوا حنثبت واحدة. فبطبيعة الحال إذا وحدوا ثبتوا واحدة، الآخرين حذفوها. نفس الشيء عثمان لما جاء شاف عدة قرائن، قال أنا طبعتي الوحيدة اللي تمشي، فعمل طبعة يا للأسف يظهر عليه ما كانش مراقب كثير. تفضل. نبينا سؤال من عندي أنا، يعني اليوم لما 1913 إجوا بده يسووا هالطبعة هاي، ليش ما قرروا أن يسووا على قواعد العربية الأصيلة، ويعني ينقحوها تنقيح من كل الشوائب الإملائية والأشياء هي؟ يعني شو السبب؟ هذه هلا صار في صدى. هذه المشكلة، إنه النص عندهم مقدس ولا يمس، ولا وليس في الإمكان أفضل مما كان، هذا المبدأ تاعهم. وما هو قال ابن خلدون، نحن كملنا نرسم الكلام القرآني على أساس إنه هذا المتوارث، والصحابة اتفقوا عليه. وحتى تعرف حتى يقولوا لك إنه محمد بذاته اللي يقولوا عنه أمي كان يقول للكتبة تاعته كيف يكتب الكلام. فبقى الحالة هاي يقول لي هل هو اللي قال يكتبه تاعت حفص الكذاب ولا نافع ولا غيره وغيراته؟ ما هو 14 قراءة عندنا، فهم محتارين، فهم ما يقدروش يمسوا، طرحوا هذا الأسئلة، لماذا لا توحد الإملاء العربي؟ قالوا إيه، ما هي العربي اللغات قد تتغير أو مثل هيك. أنت تعرف حتى العرب بذاتهم مش متفقين على كتابة الأشياء حتى اليوم. هلأ اسمي سامي، كيف بتكتب سامي أخي أنت في دمشق؟ سين يا سين عليه صورة ميم يا يات، بالياء تحطيها نقطتين مش هيك؟ في مصر ما بحط، في مصر بحطوش نقطتين، فتلفظ سامة. لكن هم يعني أنا عملت ختم في مصر باسمي، راحوا كتب لي إياها بلا نقطة. قلت لهم ليه؟ قال إحنا بنكتبها هيك. في كثير من الكلمات مسؤول مثلا، كيف تكتب مسؤول؟ ميم سين واو عليها همزة واو لام. في مصر لا، ميم سين همزة على الياء واو لام. الإملاء المصري يختلف عن الإملاء الشرقي، فيظهر إنهم في القرآن اتبعوا الإملاء المصري. لهيك حتى لما انت تصلح النص العربي الوورد بيسألك انت تصلح حسب على اي لغة، اللغة المصرية ولا اللغة السعودية؟ فهم انا وانت بنكتب العربي الفصيح اللي سامي سين الف ميم يا مع نقطتين. في مصر ما بحطوش النقطتين، وهكذا امور كثيرة، يعني مو كثيرة بس في عدد من الاختلافات. فأنا اللي لاحظته إنه القرآن اللي عملوه في مصر اتبعوا الإملاء المصري اللي كان يتبع الإملاء القرآني، ربما ما تدريش، بس هو يختلف عن إملاءنا الحالي ويختلف من بلد إلى بلد. تفضل.
شكرا نبيل. انت كنت تعرف انه هناك اختلاف في الاملاء بين مصر وسوريا؟ صدقني لم أكن أعرف هذا. هذا انا اكتشفته، يعني هم يعرفوا بس انا ما كنتش اعرفه في البدايه، فقلت لهم لا ما اقبلش الختم هيك. الختم اللي عملوا لي قلت له لازم تحطوا له نقطه، فعادوا الختم. يعني هذا وقع لولا انه جربت الامر. هلا انت تقرا كتاب في مصر، كلمة في الدار تكتبها كيف؟ في ونقطتين على الياء تحت الياء، في مصر يعني ما بحطوش نقطتين. صارت فا. ها؟ هو كذلك في مصر. لهيك أنا لما أنقل نص مثلا كتب التفسير هم طبعوها في مصر كتب التفسير، فلما وصلوا على الفي ما كتبوش النقطتين. فأنت لما تعود تصلحهم على الكمبيوتر بيقول لك هنا في غلط. مثلا الذي، كيف بتكتب الذي؟ ألف لام ذي ياء مع نقطتين تحت. بمصر ما بحطوش نقطتين. الذا والقرآن نفس المشكلة وقعوا فيها. وأظن إنه طبعة القرآن تأثرت بالإملاء المصري، فما بعرفش كيف عملوه. يعني هنا مشكلة، إزاي تعمل الاختلاف بين مصر؟ هل أنت تتبع الإملاء المصري ولا الشرقي السوري الشامي في كتابة القرآن؟ أنا هذا مصدوم فيه، لأني أنا أعمل كتب عن آيات فيها مشاكل في القرآن، وأجمع كل كتب التفسير، كل ما قالوا كتب التفسير. هاي كتب التفسير كلها طبعت في مصر، وبالشرق هي خطأ لأنه هم بيطبعوا الإملاء المصري، وهذا الإملاء المصري لا إحنا لا نقبله في الشرق. يعني أكثر مثلا أنت تروح عند مسؤول عن الشؤون الخارجية، مثلا شؤون، كلمة شؤون كيف تكتبها؟ شين واو عليها همزة وواو نون. لا، عندهم شين همزي واو نون. هذه هي المشكلة، يعني العرب بذاتهم مش متفقين على إملاء كلماتهم. تصور عليك المشكلة هنا. هي مشكلة. وأظن إنه الإملاء المصري إما أثر بالقرآن، أو الإملاء القرآني أثر بالإملاء المصري، لأنه بطبيعة الأزهر اللي قرر قرآن مصر 1923 هي لجنة مصرية وسمته مصحف الملك فؤاد. مصحف الملك فؤاد 1923، وقامت عليه لجنة من الأزهر، فهم اللي قرروا يحطوا نقطة ولا لا، وغيره مثل الحكي الفارق كله هذا. فحدث اختلاف بيننا. تفضل، هل عندك أسئلة أخرى؟ طبعا نبينا أكيد أسئلة كثيرة بصراحة. خلينا نرجع من البداية من هون. عم بيقول شداد الأيادي عندي سؤال، أين يمكن أن أجد مصاحف السودان والمغرب وغيرها التي يوجد بها اختلاف في ترتيب الصور والقراءات وغيره؟ أيضا لو ترشح مصدر للقراءات كلها بما فيها الشاذة والاختلافات بينهما، ولك جزيل الشكر نبينا. شيئين بسيطين. في طبعة العربية للقرآن في الهوامش كل كلمة جاء عليها اختلافات، يعني أكثر الاختلافات أنا ذكرتها في هامش طبعتي. لا يوجد طبعة عربية للقرآن تشير في الهوامش إلى اختلاف القراءة إلا طبعتي. هناك كتب متخصصة في اختلاف القراءات، وهي مجلدات كبيرة. لكن هناك موقع، سأضع الرابط هنا. أنا أعطيك اسمه الآن مشان اللي يحب يروح يزوره. اسمه يا سيدي، مركز اسمه
نون للقرآن وعلومه، نون للقرآن وعنونه وعلومه، وهو يضع كل آية، يضع كل آية وطرق قراءة كل آية والاختلاف القراءات بينها. وهناك أيضا موقع بسموه التفسير، هناك تفسير. أنا أفتح لك إياه الآن عندي، أنا أفتح لك إياه الآن عندي مشان أعطيك العنوان، هو التفسير، التفسير. وهناك داخله علم القراءات، وهناك يذكر لك اختلاف القراءات كل كلمة، بس أفضل شيء هو مركز نون اللي تكلمت عنه، لكن هنعطيكم الرابط تحت. لكن أنت حمل طبعة العربية للقرآن وستجد فيها كل اختلافات القراءات، وإذا عايز النسخة بذاتها يعني أظن أنه يمكنك تروح على الموقع، موقع مثلا المغرب وزارة الأوقاف، وتحمل طبعة الأوقاف، وبعدين تروح عند السعودية وتحمل طبعتهم، وتروح على السودان وتحمل طبعتهم، أو تبحث على كل. بس هذا المركز اللي ذكرت لك إياه في نفس الموقع يبين أظن 14 أو أكثر اختلافات. أنا أحكي لك كم اختلاف هم يعطون، هم يعطون كم من اختلاف ولاد الحلال مشان أنت تكون على النور. هي مقارنة أظن بينا يعني خانوا الزر فضغط زر مختلف، وأنا أتمنى نبينا يرجع. الله أكيد راح يرجع نبينا، يرجع يدخل نبينا على نفس الرابط. على كل أصدقائي، يعني بعد ساعة ونص من الآن في عنا حلقة عن حوار مع صديق مسلم، أتمنى تتابعونا. أنا راح أشوف نبينا على الفيسبوك، أبعث له رسالة على السريع ومشان يرجع يدخل معنا. يا ريت يا ريت أصدقائي اللي بده يتداخل بالسكايب كمان أهلا وسهلا، يعني أنا فتحت سكايب، اللي بده يتواصل مع نبينا ويعبر عن رأيه، عنده تعليق، عنده مداخلة، أهلا وسهلا. بس خليني أبعث له رسالة لنبينا. نبينا ارجع. يظهر الكمبيوتر عندي. ايوه، هلا مشى، هلا مشى. فهذا الموقع اللي ذكرت لكم اياه، الواقع اللي ذكرت لكم اياه، بيذكر عدد كبير، كل آية وكيف قرأت بطريقة مختلفة حسب كل قراءة. تفضل. طيب، في عنا سؤال آخر، شداد الأيادي. طب خلينا ناخذ الاتصال هذا ونرجع على الأسئلة. أهلين أهلين، تفضل، على وقت علي صوتك. تسمعني بشكل جيد؟ تفضل تفضل. نعم، تحية لك ولنبينا سيدي الدين. أريد أن أطرح سؤال على الانقسام. تفضل. قرأ كتاب فرسي الإسلام لميشيل أونفري ولا شو اسمه؟ عزيزي عزيزي، صوتك شوي واطي، علشان علي صوتك شوي. يا ريت علي صوتك شوي عشان نسمعك نبينا سامي. فرنسي الاسلام. تفسير الاسلام ولا لا لا لا، هو كتاب بالفرنسي. فرنسي الاسلام. خليه هو يحكي بالفرنسي علشان نسمعه منيح. تكلم. طيب، على وقت علي صوتك وتقول وتلفظه. على كل يظهر. طيب، ممكن تلفظه هيك، تعلي صوتك تلفظه اخي. مرحبا بك. اهلا. كتبت، ارسلت رساله بالكتابه لاسم الكتاب. طيب دقيقه واحده اشوف، انا ما جاني اي شيء لحد الله يعني. بونسي الاسلام. بونسي الاسلام لمين؟ لمين؟ ايوه انا سمعت عنه عزيزي، بدي اجاوبك عنه. كل يوم يصدر كتاب عن الاسلام، كل يوم
بالفرنسي كل يوم، وأنا ما أقدرش أتابع كل الكتب، بس أنا قرأت عنه هذا الكتاب، يا للأسف لم يكن عندي وقت لأقرأه. إذا أنت قرأته تعطينا رأيك فيه، أنا يهمني رأيك. طيب اسمعني يا أسمعك ولد. أسمعك صديقي. نعم. أنا أعرف إنه ما سمعت نبينا شو قال. هو قال إنه كنهار يطلع بفرنسا كتاب عن الإسلام، وهو ما بقدر ولكن هذا يتابع كل فيلسوف الكتب. نعم، ولكن ميشيل لومفري معروف جدا في فرنسا. أعرف عزيزي، عزيز قلبي، أنا أعرف هذا الشخص. لا هو نعم في هذا الكتاب عبر عن العالم الغربي بصفة عامة، هو المسؤول عن الإرهاب الإسلامي وليس فقط النصوص الإسلامية، عزيز، وهذا رأي أغلب اليساريين في فرنسا. نعم عزيز قلبي، أنا أعرف كويس أوفري، أعرف كويس وقرأت له عدة سمعتني جيدا جان، أسمعك، أطيعك ولكن صديق. نعم بس خلي نبينا يحكي، لأنه أنت ما عم تسمع نبينا، هو عم يحكي ولكن أنت ما عم تسمعه. بس دقيقة خلي يكمل، خلي نبينا عم يتحدث، خلي يكمل نبينا سامي، وأنت لا خطر أنا لا أسمع شيء. أنت لا تسمع، هاي المشكلة هون معناته هو مرات بصير بده تفضل نبينا. يسمع من اللي أنا أعرف لميشيل أوفري، وقرأت عنه الكثير وسمعت لك كثير من أشرطته. هذا الكتاب كان محل انتقاد نوعا ما، ولكن لم أقرأه لسبب بسيط، إنه في فرنسا كل يوم يصدر كتاب جديد، ومش ممكن واحد يتابع كل الكتب. النهار يعني للأسف 48 ساعة، 24 ساعة في اليوم، مش 48، 24 ساعة، فمش ممكن. لكن أنا أعرف إنه مواقفه كانت متذبذبة، مواقفه كانت متذبذبة. لا أظن هو يعرف في الإسلام كويس، هو قرأ القرآن لكن ما عنده تخصص، ولا يفهم العربية. مو مشكلة تفهم العربية ولا لا، بس لا أظن إنه هو عمل دراسة عن الإسلام. أظن لا، عمره ما عمل دراسة في أصول الشريعة، لكن مش مهم. كويس، كل من يكتب يحاول يجتهد يفسر، نحن نشجعه. تفضل. شكرا نبينا. نرجع على شداد الأيادي، أظن كان عنده السؤال الثاني، عم بيقول متى تم تطبيق قراءة حفص في مصر والسعودية، حيث أني أعلم أن ورش كانت منتشرة في مصر قديما. شوف، انا في الواقع يعني تقطع على شيء، انا في الواقع لم اتابع كيف دخلت كل قراءة في بلد معين، لأنه ليس هناك قراءة واحدة، هناك عدد كبير من القراءات. هذا يجب ان ترجع لكتب التاريخ. ولا وشخصيا لم اجد كتاب، يعني هناك كتب عن القراءات، لكن لم أجد كتاب يؤرخ لدخول قراءة معينة من بلد الآخر. لكن اللي أعرفه إنه المغرب في معرض الكتاب منع دخول قرآن السعودية. مصر، المغرب منع دخول مصحف السعودية عشان يحافظوا على القراءة بتاعتهم. وفي الجزائر أعرف، قرأت مقال إنه هناك ناس متشددين يروحوا يسحبوا القرآن الجزائر ويستبدلوه بقرآن السعودية علشان يفرضوا القراءة السعودية. أم السعودية عندهم أموال كثيرة، بيجوا قرآنهم عايزين يفرضوا القرآن اللي هم معتمدينه. وهناك مشكلة كمان مع القرآنيين واللي بيعملوا الإعجاز العددي للقرآن، ولأنه كل قراءة لها عدد مختلف من آيات القرآن، فعلى أي أساس أنت بدك تعمل الإعجاز العددي؟ فهم مطالبوا بتوحيد جميع القرائين وتوحيد تعداد الآيات. فهناك محاولة، يعني تاريخ القراءات انا لست متعمقا بها، قد تجد بعض الكتب، لكن من المهم جدا اذا كان واحد يحب يعمل ابحاث في هذا المجال يدخل ويعمل لنا ابحاث، وانا اكون
سعيد بذلك. وقع تحت يدي بعض الكتب عن القراءات المختلفة، وهي كبيرة جداً. أنا تخصصي يعني العلوم الإسلامية بحر، ما تقدرش تعمل كل شيء، وأنا لا أتكلم عامة في حلقاتي إلا في المواضيع اللي أنا أعرفها، لا أريد أن أتطفل، لا أريد أن أتطفل على مستمعي أو أوقعهم بخطأ، لا أتكلم إلا بما أعرف. وتعرف في الشريعة الإسلامية، في الفقه الإسلامي، هناك قاعدة: من قال لا أعرف فقد أفتى، من قال لا أعرف فقد أفتى. أنا لا أعرف، وأقول ذلك بكل صراحة عشان ما أوقعش حد بخطأ أو أتطفل على الناس، وأأمل إنه غيري يعرف أكثر ويجاوب على هذا السؤال، وأنا أكون شاكر وأنا مستعد أتعلم منه. تفضل. شكرا نبينا، شكرا لك. طبعا في عنا نريمان عم تقول: سؤالي، لأي سبب يرفضون المسلمون تصحيح كل هذه الأخطاء لحد الآن؟ المشكلة إنهم يقولون إنه إذا هم يصححوا هذه الأخطاء معناته بيقروا إنه القرآن اللي كان تحت تصرفهم كان خطأ. هنا المشكلة، فهم مش عايزين يعترفوا بخطأهم، مش عارفين، مش عايزين يعترفوا بخطأهم. حتى أنا أحكي لك قصة بسيطة. مرة كان قاعد بحد اثنين أئمة تاع جوامع، في جامع في جنيف، الاثنين اشتروا طبعة ترجمة الفرنسية بالقرآن بالتسلسل التاريخي. قلت لهم مشان ما أغشهم، مش بقول لهم إخواني، بس هدول هذا الكتاب يعني معمول من كافر مثلي، فهم علي، عايز أغشكم، وهذا بالتسلسل التاريخي لا تغلطوا. قالوا لي: لا، كلامك صحيح، وهيك لازم يكون القرآن، هيك لازم يكون القرآن. قال: آه، أنت عملت عمل ممتاز. طب إذا كان ممتاز ليش ما بتعملوا مثله؟ قال: إحنا ما بنسترجي، هم ما بيقدروا يمسوا بالقرآن، هم كلهم عارفين إنه تسلسل الحالي للقرآن في بيخلق مشاكل. ولما خلف محمد أحمد خلف الله عمل مقال طرح عليهم يعيدوا ترتيب القرآن، لأنه الترتيب الحالي خطأ، صدر مقال أقاموا عليه وما أقعدوها، لأنه كيف أنت تطلب تغير القرآن؟ ده الصحابة كلهم كانوا متفقين عليه، و14 قرن أنت عايز تخربط لنا القرآن؟ هذا فكر استعماري وفكر استشراقي وفكر وفكر وفكر، فمستحيل. ثم أقول لك بس في الإمبراطورية العثمانية، إحنا عطينا بعض الأمثلة، هناك الألف ناقصة في كثير من الكلام، مش هيك؟ احنا شفنا بالأمثلة انه الألف كانت ناقصة أكلوها. بالإمبراطورية العثمانية، طبعة الإمبراطورية العثمانية أضافت الألف، هذا غريب منهم، يعني أضافوها وما حدش احتج على هذا الأمر، هو أمر خلافي وصار مثل الخلافة. فاليوم تقول للأزهر: صححوا إخواني القرآن واعملوا الإملاء الصحيح، ما حد يسترجي يعملها. تقول لك يعني تقول إنه يعني 14 قرن إحنا كنا على خطأ، ما يقدروش يكروا على خطأ. وعامة القاعدة: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، إلا لما بتمس القرآن، لما بتمس. لا، محمد عبده عنده جملة يقول فيها: لا أحب أن أناقضه ولو على خطأ. لا محمد عبده له نص هيك حتى مكتوب بإيده: لا أحب أن أناقضه ولو على خطأ، وعارف إنه خطأ. ما احنا بينا، اعطينا امثله واضحه وضوح الشمس انه في اخطاء املائيه، اوقات يقول هيك واوقات هيك. اخي وحد الاملاء، ما يسترجوش، يعني بعيد عنك الحمار بضل الحمار، مع احترامي للحمير، مستحيل. لانه اذا تقول لهم: اخواني احنا يا ناس، يقول له: بعدين ايه المشكله هاي؟ ليش القرآن اللي عندنا يختلف عن الجديد؟ لا، احنا عملنا طبعة جديدة أحسن، يعني اللي قبل كان خطأ؟
هل صحيت من النوم؟ هل فقط اكتشفت أنه على خطأ؟ لا، بس قبل، يعني كيف بدك تبررها؟ كيف بدك تبررها أمام الناس؟ أمام الناس، فهنا مشكلة، هنا مشكلة. يعني تعرف حتى الطورة بالعربية اللي ترجمها لآباء اليسوعيين، أنا عندي الطبعة الأولى، الترجمة الأولى، وبعدين أصدروا طبعة جديدة. المشكلة شو صارت؟ إنه في القداس، في الشعائر الدينية المسيحية، كانوا يستعملوا الترجمة الأولى. لما عملوا الترجمة الثانية هيعملوا إيه بالصلاة؟ والناس متعودين على الصلاة على الطريقة هذيك، فراحوا سحبوهم، فالناس يقولوا لا، انتوا شو غيرتوا لنا التوراة؟ ما هيش إلا ترجمة، ما هيش إلا ترجمة، يعني في نصوص بالتوراة أعادوا ترجمتها وصححوا الأخطاء اللي فيها، بس الشعب الكريم رفض. فأنا عندي هنا في 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 غرفتي، في مكتبي، خليك معي، خليك معي، خليك معي يا فرجيك الأمر، خليك معي. معك نبينا، معك، سوف يتحفنا نبينا صراحة. أشياء يعني صعب يتقبلها المسلم للأسف الشديد. علشان تأخذ فكرة، هذه هي الطبعة القديمة، هذه هي الترجمة القديمة للتوراة للآباء اليسوعيين، هذه هي الطبعة القديمة. الآن هذا شكلها هيك، فاهم علي؟ شكلها هيك ومثل هيك. الآن عملوا طبعة حلوة جدا ومليانة هوامش ومثل هيك وجميلة جدا من الداخل، بس شو غيروا؟ ما هيش إلا ترجمة. لكن حتى المسيحيين العرب صاروا يقولوا لا، بس هذا بيختلف عن اللي كنا نصليه من قبل، ليش تغيرته؟ فعلي، ولو انه هي كلها ترجمة، فما بالك تيجي تغير نص القرآن اللي يعتبروه مقدس، وبعدين بالمخطوطات مكتوب شكل. فهم بيقولوا وحدة الوحدة القرآنية هي تعبير عن وحدة الأمة. بس يا أخي، ما هم مش وحدة، في أكثر من 14 قراءة. هل المغرب قرآن المغرب هو نفسه تاع السعودية؟ لا. فعن أي وحدة بتحكي؟ القرآن تاع مكة، القرآن تاع، تعرف إنه عدد الآيات يختلف من قرآن لآخر، عدد الآيات يختلف. يعني أنا هنرجع عن هذا الأمر، عن طريقة تقسيم الآيات والخطأ في تقسيم الآيات، ما عرفوش فين يحطوا العدد حتى، فناس حطوه في جهة والناس حطوه في جهة أخرى، بطبيعة الحال الجملة بتنتهي هون ولا ما بتنتهي هون، يعني خربطة لحد الله. المسلمين لا متفقين لا سياسيا ولا فكريا ولا دينيا ولا 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 شيء، حتى النص القرآني بذاته مش متفقين عليه. الله لا يوفقهم. إن لا اتفقوا وخربوا بيوتنا، يعني بعدم اتفاق، اتفق العرب أن لا يتفقوا. مثل يقولون الكويت، الله لا يوفقهم. في الأخ جاستن، لا، إحنا أملنا الله يوفقهم أخي، يعني مو ناعين لهم إنه ما يتمنى. المشكلة إنه ما في الله حتى يوفق ولا ما يوفق، هي المشكلة. لن يوفقنا غير عقولنا، يعني هي هون المشكلة. يعني أنا بتمنى يفتحوا عقولهم ويتوافقوا، ونحن كلياتنا اذا توافقوا هن نحن توافقنا. يعني اخي الفاضل، انت كملحد، سكر عندك، انت كملحد تنكر وجود الله، انا كعربي انكر وجود العقل العربي. عقل عربي ما في، انت شو تطلب منه؟ انت تعرف واحد سألوه لثلاثة، واحد من أفغانستان، واحد ما أعرفش من فين، قال له ما رأيك في أكل اللحمة؟ أكل اللحمة، واحد قال لهم شو يعني اللحمة؟ هو ميت جوع. الثاني قال له شو يعني الأكل؟ ما بأكل. العراقي شو يقول له؟ شو معنى شو ما رأيك؟ انت بتطالب
نبينا صدقني صدقني، هي صارت معي في، أنا كنت طفل تقريبا عمري 14 15 سنة، فقاعد وبتعرف حاراتنا كلها حواش، نحن بنسميها حواش عربي، بالحارة قاعدين والدنيا الصيف والنجوم طالعة، فعم بشرح لجارتنا مرة كبيرة كانت، إنه عم بقول لها هي مجرد نجوم، وإني قالت لي شو مجرد؟ فهمت علي. فكلمة يعني هاي، وشو رأيك يعني هاي الفعل ايه، فالعرب مش مسموح لهم يكون عندهم رأي، هو رأي الشيخ المحسوب، او اذا الشيخ مش يعني انت، حتى الناس لما تقول لهم انه القرآن غير موحد، انه هناك قرآن مكي تاع مصر وقرآن تاع المغرب، ما بصدقوك، قد يقتلوك، قد يقتلوك، يفكروا انه انت قاعد بتخلق لهم قرآن، بتحرف القرآن. يا اخي تعلموا شوية. وصدرت في الاخبار، تعرف يعني وزير المغربي قال نحن نمنع دخول مصحف السعودية الى المغرب. اذا كان هو شاك لنفسه، ليه يمنعه؟ تفضل كمل. شكرا نبينا، شكرا. يعني انا اتعجب يعني يكون في مصحف للسعوديه ومصحف ويقولون لك هذا مصحف الله. على كل جاست ثينك عم بيقول ممكن تعطينا رابط اللي عم يعرضها نبينا سامي على الشاشه مشان نحمل عندنا ونحفظه، يعني هو قصده الكتابه هي المسوده اللي بعثت لي اياها اللي قريتها، اذا في لها رابط نحط له اياه. هو أفضل، أحسن شيء، أسهل شيء، تحمل طبعة العربية للقرآن وهي مجانا، أو تشتريها من أمازون تريدها، واللي ذكرته فيه هو مذكور في المقدمة، لا أضفت لها ولا نقصت، يعني فقط حكيت الكلام، فموجود الأمثلة هناك. لكن في الحوار المتمدن، السيناريو تاع هذه الحلقة يعني الرئيسيات، هذه الأمثلة موجود في مقالي في الحوار المتمدن، أخطاء القرآن رقم 4، فتروح تحمله. بس أسهل شيء، أسهل شيء إنك تحمل طبعة العربية للقرآن، عندك كل شيء، عندك كل شيء، الحلقة هاي، الحلقات السابقة، الحلقات لها طبيعة الحال بطريقة مختلفة، لأن إحنا نعمل حلقات ما بنطبع كتاب، أما المعلومات كلها موجودة، وحتى هناك في الهوامش من وين جبت هذه المعلومات. تفضل. شكرا نبينا، وعلى كل حال يعني رابط المقالة بالحوار المتمدن موجود تحت الفيديو، ممكن تراجعه أخوي. طيب خلينا نروح على طيب على أسئلة تانية. نورس الأصفهاني عم بيقول كيف تكون هذا العالم من لا شيء بصراحة، متى بدأ أصل الإنسان كامل أم متسلسل في تطوره؟ ما بعرف السؤال هذا إذا بتحب تجيب عنه ولا لا. هذا بدي جاوب عنه عزيز قلبي. إحنا مش لازم نتشتت، إحنا بهذه الحلقات مع صاحبنا جان مكرسة لأخطاء القرآن. إذا عايز موضوع آخر مثل مصادر القرآن، تتبع حلقة أخونا سال جسور. فإحنا بنركز على نقطة معينة، إحنا مش عايزين يعني نخلق العالم من أول وآخر، هذا مو مجالي. فنكرس الحلقة عن أخطاء القرآن عشان لا نتشتت بكل الاتجاهات، ما بنستفيد من شيء. وأنا مين خلق العالم، مين ما خلقه، ما بعرف، وإن بتعرف خبرني. فاهم علي؟ إن شاء الله خلقوا الكرد، إن شاء الله خلقوا الكرد، أنا ما دخلني بيه. أكيد نبينا، على كل بصراحة جاي الحلقة بعد ساعة، راح أبدأ بحلقة ومن ضمن موضوع الحلقة هالأسئلة هي، أنا راح أجاوب على السؤال بعد ساعة من هلا، بس ببس آخر بحلقة أخرى اسمها حوار مع صديق مسلم، أنا راح أتطرق لهالسؤال هذا أكيد يعني، وهالسؤال هذا مكرر بصراحة. عن بدك نصيحتي إن سألك مين خلق الدنيا كله الكرد. أنت شو دخلك في الأمر هذا؟
انت شو جايك بدفع لك فلوس بالحكي هذا؟ مين بدري؟ هذا كله خرافات خرافات. انت بتعرف شو علم الدين؟ شو بيقولوا في الاسلام؟ شو بسموه علم الدين؟ تعرف شو بسموه؟ علم الكلام. علم كلام صحيح، يعني كله كلام بكلام. كله كلام بكلام. فانت شو هو اللي خلق الكون كله، هي جلدة الحنفية يعني. عمار عليك، اسألوا هذا الطبيب اللي له جلدة الحنفية ويعرف. طيب خلينا نشوف السؤال الثاني من الأخ محمد، عم بيقول سؤال كاكا جان، عم نسمع في قرآن جديد اسمه قرآن فاطمة، صحيح الحكي؟ تفضل. أيوة، هناك كثير كثير من المقالات ومثل هيك تتكلم عن مصحف فاطمة. انت ارجع الى الانترنت حتجدها، والشيعة ذاتهم يقولون هناك مصحف فاطمة، لكن انا حسب علمي غير موجود. هم يقولون هناك كمان مصحف علي، على كل ما بعرفه هم الشيعة يقولون إنه المصحف الحقيقي المهدي اللي حيجي فيه، هي موجود عند المهدي، قبل ما يجي ما نعرف شو مضمونه، فما نتكلم عن شيء احنا مش عارفينه، لما يجي بنخبركم. فاهم علي؟ وعد حر، إنه في حالة إنه صاحبنا المهدي رجع. تتعرف الدستور الإيراني المادة الخامسة مكتوب فيها عجل الله مجيئه. يا سلام. المادة الخامسة في الدستور الإيراني لسه ينتظروا فيه. تعرف ليش ينتظروا فيه؟ لأن القرآن الحالي يعتبروه محرف، فهم عايزين القرآن الحقيقي، وهذا على زاني مد يملي الأرض عدل بعد ما مليت جورا. فاهم علي؟ فيعني أهو صبرك شوي، يا صبرك حبيبي شوي. يا حبيبي، الشعب حتى بنظام الدولة عايش على الخرافة يعني للأسف ايه، الشديد. وفي الدستور كاتبينها، مو حكي فارغ، بالدستور في غياب المهدي عجل الله صاحب الزمان، في غياب صاحب الزمان عجل الله مجيئه يحكم البلاد، ما اعرفش ايه، ولاية الفقيه والحكي الفارغ وهذول المسؤولين الدينيين. يعني كلها خرافات بخرافات، كلها خرافات وخرافات. مو مهم مو مهم. انت تعرف اليهود بيستنوا المسيح، والمسيحيه بينتظروا مجيء المسيح، والمسلمين بيستنوا المهدي، ما حد راضي من اللي عنده. كلهم مو عايزين يعيشوا حياتهم هون، لا عايزين يتأملوا. أخي ما في ولا حد، لا حد رايح جا ولا جا. أنت تعرف آخر نكتة، واحد مسلم مشان يقنعني إنه الله موجود والدنيا موجود، يقول لي عمه أصيب كان ملحد، كان ملحد، أصيب بجلطة عقلية، وبعدين أغمي عليه، وبعدين شاف الجنة والنار، وشاف إنه كل اللي يحكوه رجال الدين صحيح. فلما فاق من النوم صار متدين. يا نهار أسود. فأنا سألته أرجوك، هل أقلكم إنه شاف الحوريات أم لا؟ وهل شاف محمد في الجنة أم لا؟ زعل علي. زعل علي ابن الحلال. أنا مجرد سؤال، أنت ما دام بتقول لي إنه شاف كل شيء يخبرنا. ليش تحجز المعلومات لك؟ لا بالله عليك. كل شيء ولا هاب. الحاصلة تشرك من الحكيات. يلا كمل الأسئلة. ما بعرف يعني إذا عندك وقت، لأنه في أسئلة كثير بصراحة. طيب جيب الأسئلة المهمة ونخلص منهم بربع ساعة. يلا تمام. في سماح عم تقول كيف يرد على من يقول أن هذه الاختلافات من كتابة في كتابة نفس الكلمات في القرآن هي في سبيل إغناء اللغة العربية، خصوصا أن الرائج أن بعض قواعد اللغة العربية مستمدة من القرآن؟ لا، ما هو القواعد لازم يكون ثابتة نوعا ما. فلما بتجيب لي كلمة
بتكتبها مرة بشكل ومرة بشكل آخر، مش شايف فين الغنى في الواقع. بالعكس هذا إنقاص، يعني بتوقع الناس بتوقع الناس بحيرة. القواعد تعني هي مسطرة، إذا عندك مسطرة مرت أطول من الثانية السنتيمتر لازم تكون محدد. هذه القاعدة، فأنت تعمل لي مرة تكتب لي شكل أو مرة بشكل ثاني، الله لا يحير عبده. تفضل كمل. صحيح نبيل، صحيح. أبو كفشة، لو في واحد يفكر بالإلحاد ولكن خايف من غضب الله ماذا يعمل؟ طبعا هذا مو من لا أنا بجاوبه تفضل. بجاوبه الله ما عندوش علم. كمل كمل. لا أنا عندي صديقي، عندي واحدة صديقة لي، في كل أوقات في الليل تبكي وما تنام، تبكي طول الليل. أنا فكرت إنه جدها مات أو شيء، كلها ليه سلامتك شو القصة؟ قال خايف من عذاب الله. قلت لها أنت مجنونة ولا شو؟ لا بتقول لي عن جد. قلت لها ولو مهستري لهالدرجة. هذا صاحبنا عندي نصيحة له، يروح يشوف مستشفى مجانين. صدق صدق نبينا، الناس اللي تبكي بالليل، انا اهلي اغلبهم يعني بدنا نحن مستشفى مجانين تسعه بحجم دوله كامله يعني. هلا عرفت من وين انت جيت. ما بيجي حد من دار المطب المزمر. صدقني يبكون ليلا ونهار، يعني المشكله ما معقول القصه هاي. بس مو الحاله الوحيده اللي حكول حكي هيك، انه بالليل يبكوا خوف من عذاب الله. لك اخي عيش مستقيم. الحرام اللي يخاف، اللي مو حرام يخاف على شو؟ إن في الله منيح، إن ما في الله عمره ما يكون. شو تساوي فيه؟ ليش تقلق؟ عيش مستقيم. والباقي شو اللي بك عن السماء بتطلق الأرض. تفضل تفضل. شكرا نبينا. طيب، ما رأي هذا الأخ أحمد علي عم بيقول، ما رأي النبي سامي الذيب بترامب؟ هذا خارج الموضوع. أنا مبسوط إنه نجح، بس كمل. طيب، أبو قرصانة عم بيقول، ما رأي الدكتور، لا أسمح لك أبو قرصانة، أنت واحد مسلم ولذلك قلت دكتور، لا أسمح لك في برنامجي هذا. نبينا سامي الذيب هو النبي، نبي كل الكائنات. عم بيقول، ما رأي النبي فيما قاله حامد عبد الصمد في تشابه قصة الكهف مع قصة يونانية عن النيام السبعة؟ أخي الفاضل، مصادر القرآن نتكلم فيها بحلقة أخرى، حلقات أخرى مع الأخ سال. هذا الموضوع سنتعرض له، وكلامه صحيح، بس هنا نركز فقط على أخطاء القرآن حتى لا نتشتت، حتى نخرج بفائدة، وفقط عن الأخطاء الإملائية، لأنه الالتفات احنا خلصنا منها. الآن فقط الأخطاء الإملائية، يعني احنا لازم، احنا العرب عقلنا مشتت من جميع الاتجاهات. لا، حدد عقلك عزيزي، هذا تمرين عقلي. احنا بنتكلم عن الأخطاء الإملائية، اسأل فقط عن الأخطاء الإملائية، لا عن الله بيعذب ولا عن ترامب ولا ما اعرفش عن أهل الكهف. لا، احنا فقط على الاقطاع الاملائيه. تفضل. انا كنت اتمنى بصراحه ان يكون عندنا هالطريقه هاي في الخطاب او في المحادثه مع بعض. مثل ما قلت نبينا، نحن نشتت بكل شيء، بنكون بموضوع بصير موضوع، هو اصلا تعلمنا هالشيء من القران يعني. صح 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 صح، خربطت العقل العربي من خربطه القران، هذا هو. فإحنا هذه الحلقة ليس فقط نتعلم، لكن نتعلم التنظيم، توحيد، يعني نحدد عن إيش نتكلم. فعلي أنا لما طبعت العربية للقرآن، لما رحت على أخطاء القرآن، أنظر فقط أخطاء القرآن، والأخطاء الإملائية فقط أخطاء الإملائية، واللي عمري ما خلص منه. فهم علي؟ فلازم واحد يركز عينه في موضوع معين. تفضل.
بالضبط نبينا، بالضبط. نبينا الأسئلة خلصت، وإذا في كلمة أخيرة بتحب تقولها في الحلقة تفضل. الكلمة الوحيدة والشكر، كل الشكر لك لجميع المستمعين، وبلغ هذه الحلقة للجميع، وأعمل إني ما جرحت حد، وهذا مو الهدف. وليس الهدف إني أثبت أن القرآن هو كتاب بشري، هو أمر واضح، لأنه أكرر لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، ولا علاقة لله لا بتوراة ولا إنجيل ولا قرآن، كل كتب بشرية يجب أن نحترمها، لكن ما نزودهاش ونقلق الله بأمور، ونحمل الله ما لا قدرة له عليه. شكرا أخي. شكرا نبينا، شكرا لكم أصدقائي. طبعا أصدقائي أنا يعني أطلب منكم أنه تشتركوا بالقناة، تعرفوا قناتنا جديدة، يعني القناة القديمة تسكرت، فأتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتوزعوا رابط الحلقة حتى يوصل لأكبر عدد من الأصدقاء. بتعرفوا صدقوني أنا ذات نفسي هالأخطاء هي يعني ما كنت أفكر فيها نهائيا، يعني نحن بس بدنا مين ينكشنا انه نفكر، واذا فكرنا بنلاقي كل، ونبينا سامي يعني تعذب حتى وجد هالاخطاء هي، ما اجت من فراغ، ما اجت يعني قال كن فيكون، راح تعذب وبحث واشتغل حتى شافه. فانا بتمنى منكم اصدقائي توزعوا على الحلقه، وخلي كل الناس تعرف انه هالاخطاء هي موجوده، وللاسف الشديد كلياتنا ما بنعرف عنها شيء، ما كنا نعرف، حتى الملحدين اللي بيقولوا درسنا ودرسنا ما يعني بيعدوا عليها بدون ما يستوقفهم، وأنا واحد منهم يعني. أخي الفاضل جان، للأخطاء اللغوية اشتغلت 3 أسابيع علشان تعرف، 3 أسابيع مع كل معرفتي للقرآن، 3 أسابيع علشان أجد أخطاء القرآن الإملائية. وتصور هناك 9 أنواع أخطاء، ففقط على أخطاء الإملائية أخذ مني 3 أسابيع. إحنا بنقدمها بساعة أو بساعتين، فاستفيدوا منها، يعني هذا هو الهدف. تفضل. بالضبط نبينا، بالضبط. طبعا أشكركم أصدقائي، وأشكر نبينا، ولقائنا بعد 50 دقيقة في حوار مع صديق مسلم. أتمنى تتابعونا، والسؤال الأخ عن الله مين خلقه ومين جابه راح نجاوب على الأسئلة كلها. نبينا أنا أعرف، أنا راح أحضر جلدة الحنفية يعني، ولا لا بس اعطيه الجواب تاعي، كل اللي خلقوا الكرد وريحنا حل عن ظهرنا. بالضبط لا تكلك منامنا. بالضبط بالضبط. شكرا نبينا، شكرا كثير لك، وشكرا لكم أصدقائي. إلى اللقاء، إلى اللقاء. إلى اللقاء، مع السلامة، مع السلامة.